في الفيديو اللي فات كنت اتكلمت عن الابداع في الفصل الاول من فيلم ذا جاد فازر، وقد ايه المخرج فرانسيس كوبولا كان مركز ازاي يشرح بالصوره. في الفيديو ده هتكلم عن الابداع في الفصل الثاني، وازاي كوبولا استخدم تجسيد الممثلين وتكوين الكادر وحركه الكاميرا علشان يحكي القصه من خلال اربع مشاهد محدده هنتكلم عنهم دلوقتي. أول مشهد هو مشهد اغتيال الدون. كتير جدا بنسمع نقاد بيتكلموا عن أفلام صنعت بعض الفرص لكن ما قدرتش تستغلها. في الفيلم ده كوبولا استغل كل الفرص المتاحة والغير متاحة من المشهد ده، وأهم حاجة ركز عليها هو توضيح مدى حب الأبناء الثلاثة للدون بالتجسيد وبس. And I'll say if he's dead or alive. Word is out on the street, he's already dead. What's the matter? تاني مشهد هو مشهد المستشفى. في المشهد ده مايكل بيوصل المستشفى بيلاقيها فاضية، فبيحس بخطر ومؤامرة على والده واللي بقى بينه وبين الموت دقايق، والأهم إحساسه بضعف الدون واحتياجه ليه. شخص عاش حياته كلها قوي ودلوقتي فيه مؤامرة مدبرة ضده وهو ضعيف مش قادر يعمل حاجة. المشهد ده هو مفتاح تحول شخصية مايكل. أي تصرف عمله مايكل في الفصل ده كان نابع من خوفه على والده وإحساسه بالمسؤولية ناحيته. I'm with you. ثالث مشهد هو مشهد اتخاذ القرار. في المشهد ده كوبولا كان بيخلي الكاميرا تكلمنا وتغششنا حاجات في تفاصيل الشخصيات والأحداث اللي جاية كمان. الكاميرا في المشهد ده كانت بتتحرك مع الشخص صاحب المنطق الأقوى، كانت بتنجذب ليه وتتحرك معاه وهو ومنطقه بقى، يا يسيطر عليها يا تنجذب لمنطق أقوى منه. المشهد بيبدأ مع سوني صاحب المنطق الوحيد لحد دلوقتي، واللي واخد قرار رفض العرض اللي مقدمه التركي على حد تعبيره، وبتفضل الكاميرا تتحرك معاه لحد ما يعرض توم منطقه الأقوى، فبياخد الكاميرا وهو ماشي. وبيحصل هنا حاجتين مهمين جدا، مايكل بيبدأ يعرض منطقه وبنقف ستيل كاميرا قدامه في الوقت اللي كليمنزا رايح يقف في المكان اللي محدده له كوبولا بعلامة على الأرض، ومع بداية كلام مايكل بينزل كوبولا بالكاميرا بان داون وكأنها قاعدة بتسمعه. لكن مهم جدا نشوف تكوين الكادر ده، كل ممثل مرصوص في الكادر بطريقة تعبر عن شخصيته. سوني اللي لاغي عقله ومندفع وعنيف دايما، راسه بره الكادر لأنه ما بيستخدمهاش، هو بيستخدم العصاية اللي في ايده. كليمنزا اللي بيطبخ لهم واللي زي ما قال أحيانا بيطبخ لعشرين شخص، ظاهر ببطنه، بطنه وبس، بينما الوحيدين اللي ظاهرين في الكادر هم اللي بيستخدموا عقلهم. وكوبولا في اللقطة دي حط مايكل في أقوى نقطة في الكادر وخلى توم في الباك جراوند داعم ليه، وده فعلا اللي هيحصل بعد كده. لكن لسه في شخص ناقص، كان في خامس معاهم في الأوضة بالظبط، تيسيو اللي خان العيلة في الآخر، الوحيد اللي ما اتكلمش ومحطوط في أضعف نقطة في الكادر لدرجة إنك ما بتحسش بوجوده لأنه بيراقب وبس. وبيرجع كوبولا تاني يكمل اللي بدأه في أول المشهد، ومع عرض مايكل منطقه بيحرك الكاميرا تراك إن عليه لحد ما يسيطر عليها تماما بالمنطق الأقوى، واللي رغم تريقتهم عليه إلا إنه هو اللي هيتنفذ في النهاية. But if Clemenza can figure a way to have a weapon planted there for me, then I'll kill them both. اخر مشهد هتكلم عنه هو المشهد اللي من غيره ما كانش هيبقى الباتشينو هو بطل السلسله. معلومه ممكن تكون معروفه للبعض ان كوبولا هو اللي اختار الباتشينو لدور مايكل، لكن المنتجين كانوا معترضين، حتى بعد ما بداوا التصوير كانوا بيحاولوا يغيروه بممثل تاني، لحد ما تم تصوير المشهد ده واللي اداء الباتشينو فيه خلى المنتجين يتراجعوا عن قرار تبديله.
واخيرا كنت قلت في الفيديو اللي فات ان كوبولا زرع 4 حاجات علشان يحصد اثارهم في الفصل الثاني. اول حاجه زرعها كوبولا هي مساعده الدون لانزو، واللي حصدها في الفصل الثاني في مشهد المستشفى. تاني حاجه هو بولي الحقود واللي خان الجاد فازر. تالت حاجه زرعها هو ترسيخ مدى انفعال واندفاع سوني، واللي حصده بمشهد موته اللي اتبنى كويس جدا وقعد يتحضر له حوالي نص ساعه. خليتها للاخر لانها الاروع. رابع حاجه زرعها كوبولا هي خدمه الدون لبوناسيرا الحانوتي، واللي حصدها بمشهد من اروع المشاهد في تاريخ السينما. Look on a mask of my boy.